خلينا سؤال مهم جدا، التصنيع هيبقى ازاي؟ يعني هتلاقي دايما الناس عايزة تعرف هل هيبقى كله بأيادي مصرية؟ هل في استعانة بخبرات؟ لأن كنا سمعين انه كان في فكرة بانه الصينيين يبقوا موجودين ونستعين ببعض الخبرات، ولكن هل اللقاح هيبقى بأيادي مصرية؟ هل هيبقى ليه مواصفات معينة؟ هل هيتغير بتغير التحور كل شوية؟ يعني ادينا برضو شرح اكتر. 4 أسئلة سيادتك سألتيهم، هرد عليهم كلهم بسرعة. تمام. أول حاجة بأيادي مصرية 100%، بأيادي مصرية 100% من أول عزل فيروس، إن إحنا نضعفه، إلى إن هو يتم تنقيته، إلى إنتاج الأنتيجين نفسه أو المادة اللي هو الإنسان هياخدها، إلى تعبئتها في أحد الشركات الوطنية المصرية بالكامل. ودي استثمارات، ويمكن من ضمن قصص النجاح الهائلة جدا للتعاون ما بين البحث العلمي والشركات الوطنية لإنتاج منتج يبقى موجود في السوق 100% مصري. لمسة هناك أي تدخل لأي جهات أجنبية من أي مكان خالص على الإطلاق في هذا الفيروس، هذا الفاكسين. الجزء الثاني، هل هو هيبقى شغال ضد كل المتحورات المختلفة؟ ده احنا حاطينه في الحسبان عندنا وهيبقى كده، وأي ما يحصل تحور هيبقى نوع الفاكسين الملائم لهذا التحور ده موجود، لأن أنت في الآخر امتلكت ما يطلق عليه باللغة الإنجليزية النو هاو أو المعرفة إنك إزاي تطلع لقاح. الجزء الأخراني هيبقى إنتاجه إزاي؟ هتبقى كلها أو خط الإنتاج لهذا الفاكسين هيبقى كله أوتوماتيكي، اللي هو بيسموه أوتوميتد، فلن يكون هناك تدخل بشري في إن تخاف الكمية تبقى قليلة يعني صح ولا مش صح. وهناك رقابة علينا من هيئة الدواء المصرية أو من الجهات الرقابية كلها في مصر، وعلى رأسهم هيئة الدواء المصرية، ومش بس كده، ده منظمة الصحة العالمية بتتابع معانا إنتاج هذا اللقاح بالذات، لأن دي أول مرة تحصل في الوطن العربي عموما إنتاج لقاح بالكامل، مش ده أنا جايب لقاح من جهة تانية أو المادة الفعالة من جهة تانية وانا بعبيها هنا هوت بس في مصر، لا انا بنتج كل حاجه في مصر. ف WHO او منظمه الصحه العالميه بتتابع معانا خطوه بخطوه من اول ما قدمنا الملفات لانتاج هذا اللقاح، وبتتابع معانا داخل المكان اللي بنجري فيه التجارب السريه على هذا الموضوع. ف مش عايز اقول بطمن الناس، انا بقول ده فعلا اللي بيحصل، ويعني لو عايزين في مره من المرات تيجوا تشرفونا وتزوروا المكان وتشوفوا طريقه الانتاج والكلام ده كله، ده يعني هتبقى حاجه نفخر بيها جميعا.